السلام ومرحبا بكم في قناتي، بيانفوني سور ما شين. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. اليوم تعرفوا قرب يقرب رمضان وحبينا نديروا شويه تحضيرات رمضان. انا من تحت تحضيرات رمضان نحب نديرها هو العسل ولا العسيله وغادي، وحنعطيكم ان شاء الله نوعين من العسيله. هذا النوع اللي نديروه بالسكر تاع قالب، هذا اون جينيرال اللي نديرو بيه سورتو باغ اكزومبل قريوج ولا البليغات. وان شاء الله في المستقبل حندير لكم وصفه تاني هايله، حديكم وصفه حصريه انا كنت درتها على قناه زهره تي في، بس حنديرها لكم هنايا بكل تفاصيل. تعرفوا في الخدمه في القنوات شويه صعيبه، يعني من موريوش كلش باسكو الوقت. هذه بنينه بنينه. بون شوفوا هنا عندي كيلو تاع السكر. تحبوا شعبيكم بكري كانوا يتباعوا قوالب تاع السكر هكذا يديهو للعرايس هذاك، ولا اديو السكر تاع حجر. عندي كيلو سكر، عندي معاه 500 مليلتر تاع ماء ولا 5 مليلتر نص اترا. نسحق معاه هادو ابخي باش نعطيكم كلش. نسحق دي ترونش تاع تشينا، عندي دي ترونش تاع قرص، عندي عود قرفه، عندي زعفران، وعندي هنا المسكه الحره. واللي ما يحبش هادي يستغنى عنها يستغنى، بصح هادي تعطي انغو وهي ان جور تاع كونسرفاتور. اول حاجه نديرها هذا السكر تاعي تاع الحجار، نجي نصب قلت لكم 500 مليلتر وراني تاع ماء. بسم الله هكذا. هذا نحط معاه القرفه ونحط معاه الزعفران، كاين يدير حتى الكركمه. هاي عندي زعفران شعره، دير غير شويه ماشي حاجه. بصح قبل ما تحطوه فتوه في يديكم هكذا شويه يتفتت هذا المكان. نخلي يدوب السكر، ما نحطوش على النار، دوك نحركو حتى يدوب لي السكر تاعي. نحطوه سيغ لو فلو يبدا يغلي ربع ساعه. بعد ما تفوت ربع ساعه نزيد هادو لي ترونش تاعنا كيف كيف، ونزيد له نقص له كاع النار ونخلي له واحد لي 45 مينوت ابتيف حتى يعقد في غردو. كي يكمل كاع باش نروحو لهذه والمزهر، راني مازال ما جبتوش. دوك انا هذا نحركو غير لدابلي ونوليكم. هاني شوفوا قعدت نحرك نحرك حتى دابلي السكر، شفتوا؟ دوك حنشعلو، ماشي قاويه النار وماشي دليله، خلاص نخلي واحد ربع ساعه ماكسيموم ونعاود نوليكم. شوفوا هنا بعد ما غلا ودابلي السكر، نجيب هادو لي ترونش نفرخهم هنا. بسم الله. ودوك نخليه بخس 45 مينوت، نقص له كاع النار ونخليه يطيب في غرضه حتى يولي يبدا يعقد. شوفوا كملت العسل تاعنا بعد ما طاب و 45 مينوت. هاهو نجيب له هنا مادام سخون شويه مزهر، اللي تحب ما تحطش تشط بصح حنا نحطو يطلق بنا بنينه. وهذه اللي قلت لكم الميستيكا عيطوا لها غوم عربيك، ديروا غير هكذا. شوفوا ها ما ديروش بزاف. دوك انا هذا نخليه حتى يبرد، يكون مازال ما عقدليش باش نصفيه نحي منه هادو ونوريه لكم تشوفوا كيفاه جانا. السلام عليكم، عاودت وليت لكم. عفوا بعد ما درنا العسل اللي درناه بلي زيبيس شفتوا، درت لكم فيه القرفه، درنا فيه التينه، درت فيها بزاف حوايج. وكتشوفوا في هذا درناه ليجيرمون ليجي، قلت لكم وهذا يجي نحنا نديروه بلوس للمعسلات بازم قريوش ولا هادو الحوايج دائما لازم نزيدو لهم المزهر. وهذا درنا له المزهر، شوفوا لا تيكستور تاعو الي ان بو بلوس ليكيد. هذا يجي للتشحار، نشحروا به المقروط يجيكم هايل. شوفوا انا بدل ما خلبيت له حبه القارص باش يبان مالغري هذا. شوفوا لا كولور تاعو ماشي كيما الاخرى، انا بو بلو فونسي. ان شاء الله يا ربي الوصفات تاعنا يعجبوكم وتجربوهم. تلقاكم في وصفات اخرى في امان الله.